اقرأ أخي ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كالحجاب قسوة، فإذا وعن القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجاب قسوة، فإذا وعن القرآن حين لانا. فإذا وعن القرآن حين لانا. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه، ولم يعد في روحه إنسانا، وتائه متخبط متذبذب متردد، ولم يزل حيرانا. ابعث به روح التقى بتلاوة، تستنهض الأرواح والأبدان، وأزل أوانا ظل يلزمنا، وكل ما نمن لزم الهدى مانا. كنت الصحابة في اقتداء المصطفى، كانوا لهامات الدنا تيجانا، نهلوا من القرآن أعز بمورد. أخلاقهم كانت هي القرآن، أخلاقهم كانت هي القرآن. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. اقرأ خيرا ورتل القرآن.